الظاهر ان انت ما بيك فايدة، تدري ليش؟ لا بس هاليوم فرحت بشي واحد بس، تدري شنو هو؟ تدري كم مرة صليت على محمد وعلى آل محمد وصحبه أجمعين؟ فوق 2000 مرة. مين؟ أني وأني قاعد أسمع لك وأني صليتي قاعد على محمد؟ أي والله. وهذول ماكو هذول شكرا كثير. الكومنتارات الجوة، شوف هذول الكومنتارات الجوة تخبلوا ما يعرفون وين، وين يطخون راسهم ما كانوا يعرفون، وين يروحون ما كانوا يعرفون. يعني انت ضيعتي 4 ساعات من حياتك عشان تصلين الله على النبي احلى محمد؟ 4 ساعات في حياتي لاني صليت على الحبيب. حيا حبيبي يا رسول الله، اللهم صلي على محمد وعلى ال سيدنا شكرا، محمد. وصلني صلاتي. شكرا. استغفر الله يا رب. هاي انت شنو؟ شنو؟ انت اقول لك بتصلين على محمد؟ اللهم صلي على محمد وآل محمد. إيه؟ شكرا. شكرا على شنو؟ على أنك بتصلين على محمد. شكرا على الناس الحلوة. استغفر الله العظيم. أنت مقتنعة بجد بهذا اللي بتعمليه؟ الله، إي والله من كل قلبي أقسم بالله وفرحانة لأن أنت خسران وأني ربحانة. اسمع شوف، اقرا لي اقرا لا لي. ما اقرا، ما تعبت خلاص. انا طلعتك عشان تتكلمين، ايه لانه انا اريد اسمعك، اريد اشوف اذا عندك جديد اليوم غير موضوع الشوي عدي عدي والسلة عدي 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 والتهديد بالنار والوعيد و عندي 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 عندي. شو عندك؟ انت تقول هسه احنا ليش نصلي وليش استغفر الله؟ ما اقول هذا اللي انت تقوله لان اني مؤدبه، اوكي كلش عيب، بس يلا. هذا تعرف شنو هذا يبين؟ هذا يخلينا يعطينا صفة العبودية التي هي شرف لنا، التي هي شرف للعبد وتاج يفتخر به لحظة، أمام أنت كيف العالمين بتفكرين وأمام خديجة؟ الملحدين من لحظة، أمثالكم. كيف أنت بتفكرين لما بتقولين أنه يعطينا صفة العبودية الله وهذا يا الشرف؟ صفته والله صفة أكو ناس غار. العبودية، لحظة، اي والله صفة يغاروا. العبودية هي صفة ذميمة، مش لا صفة لا لا لا، هاي العبودية. صفة نختفر بها لأن مميزين، هاي الميزة مالتنا، هاي الميزة مالتنا، مميزين بهذا. اي والله أنكم عبيد؟ إن شئت أو أبيت إنه فخر لنا. اي أنت والله وتاج فخورة بأنك نفتخر عبدة؟ به، نفتخر بهذا يا أنت محمد. فخورة بأنك عبدة أما؟ محمد تعال أقول لك فشي. قول. أنت خطية أمك عايشة إلى حد الآن؟ أهي على قيد الحياة؟ أمي عايشة ولا لا؟ خطيها هسه هي تعبانة على هاي حالتك أكيد. مين قال لك؟ بالعكس، هي فخورة بي على هاي حالتي. يا لهوي. كل العيلة فخورين بي. كل العيلة؟ يقولوا والله لو كان عندنا هذا محمد صالح من 20 سنة كنا تركنا هذا الهبل من زمان. وي قول احلف بالله بانه العائله كلها فخوره بك. يا والله كلهم فخورين. ودعتك ودعتي، ها ودعتي على اساس تحلف بي كلش قوي، ها؟ طبعا انت وحده عزيزه علي اكيد. اي شوف سوره الحشر ايه 7 اقرا لك اياها. شو معنى الحشر؟ يعني ان شاء الله تحشر يوم القيامه. هاي يوم القيامه الحشر، يوم الحشر شايفه هذا هو الحشر. اوكي اي هذا اللي انت ما تامن بيه. انا اشوفك انت هذا الدين خلاكي عصبيه كثير. لا مو عصبيه، لا مو عصبيه، بس انك ممكن تكونين اهدى اذا تركت الدين. لا اف استعوذ، معاذ الله، معاذ الله ان اترك. ولا لا تقولي معاذ الله، ما بتعرفين يعني يمكن ربنا اعوذ بالله. يهديك وتتركين هذا. اعوذ بالله، اعوذ بالله. والله أعوذ على فكره بالله. تعرفين يا خديجه، انا كنت مثلك، ويعني شوفي قديش انا دارس وكذا وعامل ومسوي، كنت أقول والله لو البشرية كلها قالت هذا الكلام في القرآن وفي النبي محمد وكذا، والله أنا راح أبقى ثابت على هذا الدين وما أتغير وكذا. ولكن لا الله سبحانه وتعالى نور قلبي وهداني إلى ما ترى. اي نوره كلش نوره، ما تشوف النور ساطع. اي والله انه نور بالله ساطع. بالله عليك ما بتشوفي النور بوجهي؟ لا والله، لا والله ليش جد ما اشوف. بالله عليك اقسم بالله ما اشوف، لا تخليني يا ابو. استغفر. شوف ترى احنا يقول لك بسورة النساء
آية 80 مو من كنتي بالحشر؟ شو عجفة قفزتي للنساء؟ سوري 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 اوكي شو هاي السوري؟ سوري سوري ذكرتيني باي باي لندن. دعمك اللوري سوري. لا لا هو المثل يقول سوري دعمك اللوري. استغفر الله. اسمع يقول الآية، لا آية، شوف إذا أنت صدق 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 هذا آخر شيء. التوبة 65. يلا حباب القرآن يمك. شو التوبة 65؟ شو هاي؟ آية 65 يلا القرآن يمك. اقرأ لي اياها. شو لا بتقول؟ لا أنت اقرأ لي. لا لا ما لا 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 أنت اقرأ لي. والله تعبان ما اقدر اقرأ، يلا حتى ما بالنظارات ما صرت اقدر اشوف كثير جيد حاليا. يلا ما ايش اسمه ما اتعبك، انا هم لعد ما راح اقرا لك اياها المره الجايه توعدني، ليش ما ما راح تعرفين تقرين القرآن؟ لا اعرف بس ما راح اقراها الا اريدك انت تقرا لي اياها. انا راح اوكي اقرأ لك اياها ولا يهمك، غالية والطلب رخيص. فرحانة؟ التوبه 65 ابشري ولا يهمك. يا الآية بتقول ايه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض، إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الله إن نعم. والله إذا استغفر لا حباب يلا عافية يلا 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 لا غلط. لا انت والله بس اريد اعرف شوف ليش يعني بتحبين شوف ايات العذاب هذه؟ شلت شلت الله ليش بتحبين ايات العذاب والله والتكفير وهذه الامور؟ والله والله هاي يعني شوف صوتك سبحان الله يعني هد حتى المواعين اللي كسرتها هسه ما يعني بسم الله مواعين ايش اللي كسرتيها؟ وانت تحكي ما خليت معه ما كسرته بالمطبخ اوف ليش؟ هاي هيك بعد اف ايه والله خلاص كافي عليك انت تعبان وهاي الصورتين خليها بعدين وان شاء الله اراك ان شاء الله على الإيمان والتقوى وأن يرجعك بالعكس، الله. يمكن أنا كذلك أراك أنك صرت أكثر إنسانية وأكثر بعدا عن هذه الآية. يعني أنا ما شريت إنسانية؟ صراحة أنت لما تتمنين الحرق للناس والتكفير الناس مو آني وكره مو الناس آني بلا مو آني أنت راح تكوني هذا بعيدة عن المكتوب وهذا الإنسانية. هو والله مصيركم مو لا مو آني. مصيرنا، هذا ما تتوهمين أنت لا 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 أنه هذا ما دين الله. تتوهمه أنت، هذا ما وانت تتوهمه. ما تقدرين تقولي لي هذا ما ما اريد تتوهمه اتعبك، انا. يلا ما يخالف نراك غدا ان شاء الله في الحلقة القادمة. اوكي يلا ديري بالك على حالك. يا ماتين السلام عليكم. وعليك السلام يا هلا. يا نهار اسود. طيب مين معانا بعد؟ استاذنا أستاذ الأساتذة حبيب الكل. كل سنة وأنت طيب يا عمنا، وأنت طيب حبيبي وردة أستاذ مازن. لونك يا غالي، أخبارك؟ بخير، طمني عنك، قل لي ما هو الجديد تحت شمسكم؟ والله هو لما تطلع الشمس نشوف. إحنا الشمس غايبة عندنا، مفيش شمس. متوحشك، أخبارك أنت وأخبار أحمد والشباب كلكم عاملين إيه؟ والله طيبين، تسلم لي انت. ان شاء الله الامور شويه هدت عندك. لا جدا جدا خلاص يعني كله ريلاكس دلوقتي وبس احتفالات النيو يير بقى ايوه شغالين. خلاص اذا ندخل فيما كنا فيه من بعد السنه الجديده. هنرجع نستكمل عادي، كل الامور ترجع تانية اون تراك بقى. جميل اخبارك جدا. ايه؟ ما زلنا ننشر الكفر باذن الله. أنا ما بنشر الكفرة بإذن الله، أنا مش شوية مختلف عنكم، أنتم ناس من الصناديد الكفار، أنا يا دوب يعني مجلس هكذا بحاول أتكلم في الشريعة الإسلامية، ما عنديش شغلات كثيرة بقولها يعني.
طيب كنت إن مستمتع شاء الله بنقاشك صدق. مع الشاب اللي اعترف بالموضوع النرجسية دوت، أيمن كان اسمه. كان نقاش لطيف بصراحة. طيب مشكور. خلينا نشوف لو في حد من المجاهدين المنافحين عن طيب، في دين حد الله. من الأخوة والأخوات يحبوا يكتبوا لنا رقم 7؟ مساء الخير استاذ محمد، مساء النور، يا هلا، مين معي؟ معك ابو مصعب، كيف حالك يا ابو مصعب؟ بحكي معك من ادلب. كيف حالك يا ابو عمو؟ بعتذر كتبت رقم 7، مضطر كنت مشان اطلع معك على الجيست، ما بعرف يمكن متلبك كمان شوي. استاذ محمد الله، ما بعرف، في توتر وخوف شوي. خوف اللي من الوضع عندكم، ولا خوف من البث وكذا يعني؟ ما بعرف اذا مرام بتراقبوا هيك امور ولا لا. والله بيتراقب. انا ما انصحك تستمر اخي. شكرا لك. تمام. طيب، شكرا لك انت كمان، ما حبيت. يلا، أعيد ملاحظة مهمة جدا للأخوة والأخوات، ضروري جدا يفكروا فيها. الناس اللي بيكونوا موجودين في بلدان عربية، وخاصة في المناطق اللي بيكون ما يكون فيها نظام مركزي، حاولوا لا تطلعوا على الإنترنت إذا كان صوتكم معروف وكذا، وإذا ما كنتم مأمنين حالكم. لذلك ضروري جدا أحبتي أنكم ما يعني تخاطروا بأنفسكم عشان حوار أو عشان كذا يعني. فأرجوكم محاني، وما يوجد أهم حاجة أهم من سلامتكم. والأخوة اللي بيكتبوا رقم 7، ضروري أنكم تكونوا طالبين الجست، لأنه إذا أنتم طالبين يعني إذا بتكتبوا رقم 7 وأنتم مش طالبين جست، ما أقدر أطلعكم يعني صراحة. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا، مين كيف معي؟ حالك محمد صالح؟ حالي جيد، تسلم. مين معي؟ معك أبو عمر من دير الزور، مدينة البكمال. كيف حالك يا أبو عمر؟ الحمد لله، كيف الحال؟ طيب، تسلم، وردة، تسلم. أبو عمر، أنت سني ولا شيعي؟ والله أنا سني. بحس السنية تبعك مش قوي كثير. لا ليش مي قوية؟ ايش عجب؟ لا والله، هيك فقط حسيت يعني، ممكن لا يكون انت احساس. سنة ولا شيعة يا محمد صالح؟ انا لا سني ولا شيعي، انا على الطريقه الصالحيه.
شلون يعني؟ هاي طريقة عريقة جدا، يعني قدم البشرية موجودة في البشر. انت لا سني ولا شيعي، اريد احنا حددنا يعني موقع، يا سني يا شيعي. ما قلت لك أنا لا سني ولا شيعي، أنا على الطريقة الصالحية. ايوه هناك. تعرف محمد صالح أنت انت؟ عن شو تحب تتكلم يا أبو عمر؟ انا اقول محمد صالح لازم تيجي على، لازم تيجي على الاسلام، تيجي على الاسلام ليجي علينا. اللي هو كيف هو؟ يعني تعبد الله عز وجل، تمام، ليه؟ ليش وتتابع تعبد الله؟ أبو عمر، سيدنا ليه؟ رسول. لحظة، ها، ليش تعبد الله؟ شلون ليش تريد أني أعبد الله؟ تعبد الله؟ تعبد الله، خلقنا مشان نعبده. ليش؟ هو بحاجة للعبادة؟ ايه، الله، علاش خلقك يعني؟ علاش خلقك رب العالمين؟ أنا ما حدا خلقني صراحة، ما أدري، إذا هو خلقك وبحاجة لعبادتك لاحظ اعبده أنت. انت والله يا محمد صالح، لازمك دورة شرعية 75 سنة، أوكي، لازمك دورة شرعية. شو أقرأ فيها من الكتب برأيك؟ ها، شو اتبع أقرأ فيها من الكتب؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. دور يعني، النبي انت متى سمعت مسلم؟ أنا قاري الحديث، قاري من صحيح البخاري لين من كل كتب السنن، أكيد تمام ما قاري تمام كل الأحاديث ولكن انا قاري آلاف راح الأحاديث. اسالك سؤال جاوبني عليه. أي أكيد، تفضل. عدد لي شروط لا اله الا الله. ما يوجد هذا من شنو ما أوهام يوجد؟ الناس. هذه حدد لي الشروط شروط لا اللي اله الا الله. أبو عمر، هذه الشروط اللي ذكرها هذول السلفيين لا، مو الموجودين. سلفي، لا لحظة لحظة حديث. لحظة، اللي ذكروها لا يوجد فيه نص واحد، عرفت كيف؟ وإنما أجوا وقالوا أن من شروط لا إله إلا الله العلم واليقين، وكل هذا كلام كذب، ما فيش لها شروط. لا إله إلا الله، سواء الذين قالوا 7 أو 8 أو أوصلوها إلى 10 وقالوا أنه هذه داق، هذا كله كذب. لا يوجد لا ايوه آية ولا حديث يتكلم عن شروط لا إله إلا الله. يعني ما في يعني قصدك؟ لا لا، هذا من أكاذيب السلفيين يعني. لأن لا ما السلفيين إيش عندهم؟ عندهم طريقة غبية جدا في الاستقراء، شيخنا أبو عمر، إنه بيقوموا بيجيبوا آية يطلعوا منها استغفر بمفهوم الله يقولون عليك. هذه الآية، هذا الدليل على أن هذا الكلام شرط لهذا الموضوع. وهذا اللي فعلوه في موضوع نواقض الإسلام وموضوع شروط لا إله إلا الله وكل هذا الكلام اللي تعرفه. احنا يا ابو محمد صالح، احنا لازم ان نعبد الله عز وجل، تمام، ليش؟ ونتابع ليش ونتبع أعبده؟ الرسول. ليش أعبده؟ ومن طاع الله وطاع الرسول فقد فاز فوزا عظيما. ما كذب هذا، ما أنا بشوف أنتوا الآن من والله أفضل انت الناس ضحك خسران. ضحك. الذين أطاعوا خليني الله اكمل بالله وأطاعوا عليك. الرسول خسروا خسرانا والله لازمك كبيرا. انت، والله لازمك دورة شرعية والله العظيم، وما تعرف كل شيء من دينك. انت جاي لف الدين، لف انت. أنا أقول لك الذين عبدوا الله واتبعوا الرسول خسروا خسرانا مبينا. يا اخي انت شنو دينك؟ انت شنو دينك هذا؟ دينك أنا شنو، أقول لك شيعة؟ اللي أنتم عليه، مثلا أنتم شيعي؟ بدير الزور، يوم ما أردتم أنكم تحكموا بالشريعة الإسلامية كل الناس إجت دقت على رأسكم، لأن ما خليتوا تحترمون أنفسكم وتنسون الشريعة الإسلامية. احنا غير الله سبحانه وتعالى ومحمد صلى الله عليه وسلم من نتبع احد؟ لا، ما قدرتم، لما أردتم ها، تتبعون الله نتبع الرسول لما ونتبع سيدنا أردتم لا محمد أردتم ونتبع تعبدون الله سيدنا وتحكمون. ابراهيم الانبياء. لحظة أبو عمر، لما أردتم تعبدون الله وتحكمون شريعته إجت الدول ولعنت أبو سلسفين أهلكم، فتركتم الشريعة. يا اخوي احنا، انت يعني اللي يتابعك هنا على البث والله يكون غلطان يعني. انا جاد الله يهديك، وان شاء الله تيجي تسوي دورة شرعية عندي وتعرف أنت دينك شو وتعرف دارس يا شيخ نبيك أبو عمر؟ وتعرف أبو عمر منو شو محمد دارس؟ وتعرف منو ربك. شيخ أبو عمر الله يحفظك، شو دارس؟ أنا دارس للبكالوريا لا لا، قصدي من علوم الشريعة. وكل شي دارس. يعني أنت دارس العقيدة صح؟ تعرف أقسام العقيدة. أعرفها، بس سؤال، بس جاوبني على سؤالي. أنت ما قلت لي شيعي سني؟ عندك مشكلة في الذاكرة حفظك الله يا شيخ. يا شيخ الذاكرة والله ما شيء العظيم يا كويس. محمد صالح، والله العظيم لازمك دورة شرعية. أسأل، بي عذاب قبر ولا ما بي عذاب قبر؟ كيف؟ بي عذاب قبر ولا ما بي عذاب قبر؟ أنت يا شيخ اتركك من عذاب القبر، ولكن قل لي أنت
شو دارس بالعقيدة؟ بكل شيء دارس عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم. من رائع جدا. تعرف هل أن الله كيف شكله؟ يا أخي أنت شطلة وصل، أنت رب العالمين ما حد شافه. ها؟ لا شافوا. ها؟ أنت لازمك دورة شرعية وواحد وسخ ونذل وحقك فرق اللي يتابعك، والله العظيم يكون مفسد في الأرض زاد. يعني أنت بتشوفني أنا مفسد في الأرض؟ أنت مفسد وخالص يعني خارج عن الملة، طالع أن الرسول متبري منك ورب العالمين متبري منك. كيف أنت بتكفرني وأنا مسلم؟ كيف تكفرني؟ أنت مسلم شلون؟ تون تقول ما في عذاب قبر وتقول أنت شوف رب العالمين شنو يا أنا شفت رب العالمين؟ كيف شكل رب العالمين؟ ها؟ رب العالمين بسبب اسمه ما حد شافه لا أنت ولا يعني ما تعرفون شكله؟ شلون؟ طيب أنت كرجل سني، طبعا أنت سلفي صح؟ لا أنا مسلم أنا. يعني مو سلفي؟ لا. طيب أشعري؟ استغفر الله العظيم يا أخي، أنت قسم بالله العظيم لازمك دورة شرعية 75 سنة. لا بأس. أنت يا شيخ، أنت مثلا هل الله له وجه؟ استغفر الله العظيم، هذا انت يا اخي انت مين تجيب الدين هذا؟ الدين هذا اللي تتبعه مين تجيبه؟ يا شيخ جاوبني، هل الله عنده وجه؟ استغفر الله، انت شفت رب العالمين انت شفته؟ انا بسألك يا شيخ، بما انك انت مو تقول انت دارس كل شيء. رب العالمين ما حد شافه خالص. انا بعرف ما حد شافه، ولكن انت بتعتقد ان الله له وجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ولكن لم يقل ولم يبض. ها انت لازمك تورع شرعيه والله ده حق اللحيه، هاي لازمها تعرف شنو؟ لا لازمها بكلاش على وجهك. شو هذا كلاش؟ كلاش الطو على وجهك، انت تتلاف لاف جايب الدين بالعكس انت. يعني انت شايف يا شيخ انه الله له وجه ولا لا؟ انا ما شفت رب العالمين له وجه، ما شفته. وما تعرف ما تقرا القران؟ انت لازمك دوره شرعيه محمد صاحب، لازمك دوره شرعيه. دوره شرعيه وانت ما تعرف اذا الله له وجه ولا انت لا؟ القران يقول خيو جاوبني على سؤال اجابك. القران اثبت الوجه لله سبحانه وتعالى صح؟ استغفر الله العظيم يا اخي، انت مين جايب الدين هذا؟ القائل لك منو؟ ويبقى وجه ربك اعطينا حديث الجلال والاكرام. الله له وجه. حديث. القران يقول ان الله له وجه، ويبقى وجه ربك يا اخي. لا ظل تلوص بسوالفك، لا ظل تلوص بسوالفك. اسال الله يدمرك. الله مثلا، لا معلش، هل الله عنده ساق ولا لا؟ يا اخي انت لازمك دوره شرعيه، لازمك دوره شرعيه والله. بس والله العظيم اسال الله انها ليله مستجابه اليوم جمعه، ياخذ امانتك وشوف. بس يصير الكتل هناك، بس يصير الكتل هناك، يقول يا رب رجعنا على الحياه ساعه اعبدك. ابو عمر، هل قلبك يطاوعك تدعي علي بالشر؟ ايه قول لي ايش؟ لانك قاعد تكفر انت بالله عز وجل. ما بكفر، انا بقرا لك قران. اسالهم يا شباب، اسالكم بالله العظيم، هذا المتابعين، اسالكم بالله العظيم يا شباب، مو لازم دوره شرعيه، اسالكم بالله. طيب المتابعين خلينا نحكم الشباب اللي معانا. يا اخوه اللي يعتقد انه انا لازم لي دوره شرعيه عند الشيخ يكتب رقم 1، واللي يعتقد ان الشيخ احلفكم بالله عز وجل، الله لا يسامح اللي ما يكتب 1. لحظه، أن الشيخ لازم له دورة شرعية عندي يكتب 2. اللي يعتقد أن الشيخ لازم له دورة شرعية عندي يكتب 2، واللي يعتقد أنه أنا لازم لي دورة شرعية عنده يكتب 1. ومتع ناظريك يا شيخ. ده كلها وحدات ما شاء الله، بارك الله بيهم. محمد صالح الله. والله العظيم تجي علي أسوي لك دورة شرعية، تعرف منه نبيك، تعرف منه محمد كتابك. احنا كتابنا القرآن الكريم، نحطه على رأسنا. انت ما تعرف تقرأ القرآن يا شيخ. منو؟ انا اعلمك. طب روح جيب القرآن، خلينا نقرأ قرآن مع بعض. انا اعلمك، انا توان خلاص جيب القرآن، خلينا نقرأ القرآن. انا توان قرأت، قري لي سورة قل يا الكافرون. اقرأ لي سورة الكافرون يا شيخ. ها اقرأ لي اياها، انت جاي اسألك اقرأ لي اياها. انا شو اقرأ لك اياها؟ انا هنا لا اقرأ لي اياها. انت شيخ، انت مسلم، المدول انا مسلم.
أنا أقرأ لك قل يا أيها الكافرون وأنت تقرأ لي سورة أخرى، أوكي؟ إيه اقرأ لي تشو. طيب. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تمام، أنا بدي أجيبك أجرك شوي شوي لا لا مشان لا لا عثمان، بدي أجيبك محمد صالح شوي شوي علي مشان أعلمك الدين. أنا الآن أطلب منك السلفية الشيعية. لحظة، أنت لا آية واحدة أريدك تقرأ لي، الآية 12 من سورة التحريم. تمام تمام، أنت شيخ محمد صالح أنت صوفي. أنا جاوبت، أنت صوفي، أنا لبيت طلبك، قرأت قرآن. تمام، أنا الآن أطلب منك تقرأ لي آية واحدة، أقرأ لي الآية رقم 12 من سورة التحريم. الآن أقول لك أنت لازمك دورة شرعية، لازمك دورة شرعية. يعني أنت ما عندك شيء يعني. أنا عندي بس والله لازمك دورة شرعية. اقرأ لي أنت آية صوفي، أنت صوفي، تعرفش الصوفية شنو؟ أنت سلفي، تعرف السلفية شنو هم السلفية؟ نعم، هما أسافلة الورى. ها؟ أسافلة الورى. يا محمد صالح النصيحة خطأك برقبتي. ألم يعني ألم أرجع على ربك. أنا أستعين. أرجع على دينك. ها؟ أنا أستعين بما قاله الإمام القحطاني حين قال هو ولكن مع تغيير طفيف، هو قالها عن الأشعرية ولكن أقولها في السلفية، أقول يا سلفية يا أسافلة الورى. محمد صالح أسألك بلا جاوبني بصراحة، أنت عارفك صادق، اليوم شو قصك فاتح بث؟ 6 ساعات يمكن. 6 ساعات، هل صليت المغرب والعشاء؟ لا، شو أنا أروح أرفع مؤخرتي وأزعج الله بمظهر المؤخرة؟ أعوذ بالله، ما بفعل هذه الأمور القبيحة. لازحق ترك الصلاة. الصلاة صفة للناس اللي بتحب رفع المؤخرة، ما أدري ليش. اضحك اضحك، والله لا تتندم، والله لا تتندم. ليش تتندم؟ ليش؟ والله لا تتندم، كل ساعة كل كلمة حكيت على رب العالمين. تدعو إلى كتاب الله وأنت تخجل أن تقرأه. لا أنا إذا نقرأ لا أخذ من كلام الله كلام. أنا قرأت لك سورة الكافرون وأنت عليك أن تقرأ لي الآية رقم 12 من سورة التحريم. كلام الله عز وجل على رأسي. إذا نقرأ لي. تمام، كلام كتابه على رأس يعني، على رأس يعني، الله يحفظه. الآية رقم 12. ها؟ شلون؟ اقرأ لي سورة التحريم الآية رقم 12. السؤال يا أخي ما أريد أجيبك، أنا أريد أجيبك أجرك على الإسلام. مو أنا هذه الآية ممكن تكون فاصلة في أني أدخل عندك للي بدك إياه. أنا أريد أجيبك على الإسلام، قول لي إيش مشان اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى من طاعني وطاع الرسول فقد فاز فوزا عظيما. صح، وليش أنتم خسرتم خسرانا مبينا؟ لا ما خسرنا إحنا، ليش؟ شلون خسرنا؟ قدام الكفار صراحة. شلون؟ خسرتم قدام الكفار. مثل شنو؟ لما أجى الكفار ونحوا عنكم بلاد الشريعة ولعنوا أبو سلسفين أهلكم ما قدرتم تعملون شيء. أيوة تنكر؟ لا يا محمد صالح، أنت شلك بالحكي، أنت لازمك تجي الإجاي وتأخذ درس عندي، تأخذ 75 يوم درس والله العظيم، والله يهديك على الإسلام، نهديك على الإسلام. وإذا الواحد ما انهدى للإسلام؟ هسه اسمعني أخي، راح أقرأ لك. وإذا الواحد ما انهدى للإسلام شو تسوي له؟ شلون؟ إذا الواحد ما انهدى للإسلام شو تسوي له؟ شلون شو نسوي؟ شو تسوون لواحد ما بده الإسلام؟ ما بده الإسلام، هذا 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 خارج عند الملة الإسلام خالص. إيه شو حكمه عندكم؟ شلون؟ شو حكمه عندكم؟ الما يطيع الله ويطيع الرسول حكمه هذا
مرتد عن دين الإسلام هذا مرتد. إيه شو حكم المرتد؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى قال فاقتلوه. يعني أنا دمي حلال عندك؟ لا قلت لك إذا الله الله يهديك إذا الله يهديك. وإذا ما هداك. ورجعت على ربك. إذا لازمك دورة شرعية لازمك دورة شرعية. طيب يا شيخ عمر شكرا كثير لمشاركتك. يا ابو محمد صالح انا اقول هاي السوالف هاي لا ظل تكررها والله الله سبحانه وتعالى الوجه مع الوجه. خلاص يا ابو استاذ استاذ محمد صالح ممكن انا اشوف موضوع دورة شرعية مع الشيخ ابو عمر؟ تمام تفضل. مرحبا شيخ ابو عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله خالق كل شيء ولا هناك خالق غير الله؟ شلون؟ هل الله خالق كل شيء أم هناك خالق إيه؟ غير الله؟ لا الله خالق كل شيء. بارك الله فيك. طيب سؤال ثاني يا شيخ عمر، هل الكفر شيء أم ليس بشيء؟ عدم. شلون الكفر يعني فهمني؟ الكفر 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 بالله هل الكفر شيء أم ليس بشيء؟ والله ليكفر بالله عز وجل هذا خارج عن الملة. ما سألتكش اللي يكفر بالله، سألتك الكفر شيء أم العدم ليس بشيء. تعرف الأشياء تقسم إما شيء إما لا شيء، قسمة خاطرة هذه. تمام أيوة أنت القلت. تمام سؤال، إذا ما قلت لك أنت ما صليت لا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء شنو حكمك؟ لا مش بسأل على ديت، أنا سؤالي بسيط يا شيخ، الكفر شيء أم ليس بشيء؟ الكفر؟ الكفر شيء أم ليس شيء؟ ليس شيء هو عدم غير موجود. أيوة الكفر شيء أم ليس شيء؟ لا شيء. بارك الله فيك بارك الله فيك يا أبو عمر. صحيح صحيح إجابة صحيحة مظبوط، وإلا كان عدم. طيب ما محل خلق الكفر؟ هل الكفر يخلق في الهواء فوق رؤوس الجبال فوق الأشجار؟ الخلق أنت دحق، أنت نفس محمد صالح تراك. ها تمام. يا أخي أنت تسأل، أنت تقول أنك عندك دورة شرعية في العقيدة. أنا واحد صالوك من صعاليك الشريعة. أنا بسألك سؤال بسيط يا أخي، أين محل خلق الكفر؟ أين يخلق الله الكفر؟ ما محل خلق الكفر؟ الكفر بالله عز وجل. أي الكفر بالله، أي بما أن الله خالق كل شيء وبما أن الكفر شيء، أين يخلق الله الكفر؟ فوق الجبال في الهواء في الماء، أين يخلق الكفر؟ لا تقول لي بالجبال وبالماء وما أدري شنو. أين ما محل خلق ما محل خلق الكفر؟ الله دحق اليهود. اتفقنا المقدمة، اتفقنا عليها، الله خالق كل شيء، اتفقنا على هذه، واتفقنا على المقدمة شيء. واتفقنا على مقدمة أن الكفر شيء. صح. الآن سؤال بسيط، أين يخلق الله في الماء أم في الأشجار أم أن الكفر يخلق في قلب الكافر؟ لا القلب. بارك الله فيك. إذن الله هو من يخلق الكفر في قلب الكافر، صحيح؟ قل لا. تمام. أنت ما صر تمام. ما صر لا تخالف أن أنت الإسلام. أبو عمر لا لا. مصر. خلينا في العقيدة، خلينا في العقيدة، سيبك من الصلاة، الصلاة دي لاحقة. الآن نثبت العقيدة أولاً. ننقش العرش، يعني نثبت العرش ثم ننقش. الآن خلينا في العقيدة. الإله الواحد خالق كل شيء هو من يخلق الكفر في قلب الكافر أم أنه يخلقه في محل آخر؟ اسمعني أس أنت وقت تقول لي أس عديد اللي شروط لا إله إلا الله يا سيدي، أنا ما قبل ما نوصل لا إله إلا الله عديد اللي شروط محمد رسول الله، عديد أركان الإسلام، عديد اللي الإيمان. يا أبو عمر إن إحنا وصلنا لشيء بسيط، أن الإله يخلق الكفر نظرا لأنه خالق متفرد بصفة الخلق، فالإله هو من يخلق الكفر لأن الكفر شيء، اتفقنا على هذه، واتفقنا أن الإله يخلق الكفر. لا ما يخلق الكفر. لا لا ما يخلق الكفر. لا الإله ما يخلق الكفر. الله لا ما يخلق الكفر. خالق غير الله. الله خالقك صح؟ لا انت تسحب كلامك، مش قلت ان الله هو الخالق المتفرد بصفه الخلق ام هناك خالقين غير الله؟ الله خالقني وخالقك، الله خلق الاسلام كليا، خلق الامه. انا عارف ان هو خالق خلقك وخلقني، انا بسال الان الكفر، خلق الامه كليا، الكفر ام هناك خالق غير الله يخلق الكفر؟
يا اخي ما سؤالك هذا ما فهمت عليه شلون. ليش ما فهمت؟ ما انت جبت من شويه وقلت نعم الله هو الخالق الواحد المتفرد بصفه الخلق. الله خلق كل البشر. يا سيدي انا مش بسال عن البشر، بسال عن الكفر. الكفر هذا شيء ام عدم؟ ليس بشيء. شلون؟ الكفر شيء والله خلقه ام الكفر ليس بشيء؟ ما في شيء اسمه كفر. الكفر. اي نعم. وضح لي صوتك زين، شبكة عندك ضعيفة. أنا الشبكة عندي مو بضعيفة، أنا الشبكة عندي قوية جدا ما شاء الله، يعني شبكة الكفار قوية. شنو؟ الشبكة عندي قوية، ما الشبكة عندي ما هي ضعيفة. إيه؟ جاوبني سؤالك هذا تسولفه. أنا صوتي واضح يا أستاذ محمد؟ صوتك أوضح من الوضوح. بارك الله فيك، شكرا يا أستاذ محمد. ها يا أخ أبو عمر، الآن الله يخلق الكفر في قلب الكافر، اتفقنا على هذه المقدمة أم لا؟ الإنسان دحق الإنسان ألا ما يكفر. يا أخي أنا مش بسأل الإنسان يفعل ولا يفعل، أنا سؤالي الله هو من يخلق لازم الكفر. لازم الواحد يرجع لدين الإسلام، يرجع على أكل قبل ما القول لا إله إلا الله أكثر من القول لا إله إلا الله. قبل احنا في مرحله في العقيده فوق قبل ما نوصل للشريعه، الان احنا في العقيده. انت تريد ان تدرس الله يخلق فوق حضرتك مش حضرتك تدرس دورات في العقيده؟ انا بسالك في العقيده الان، الله هو الخالق المتفرد ولا لا؟ استاذ مازن رفسنجي وما يعرف يقرا قران على فكره. لا انا محمد انا جاي اجاوبك، عدد لي شروط لا اله الا الله ومحمد انا اصير معك، عدد لي شروط لا اله الا الله وعدد لي شروط محمد رسول الله. اخي قبل ما نعدد الشروط مش نعرف الاول، قبل ما نوصل لمحمد رسول الله ولا اله، احنا عايزين نعرف هل هناك اله غير الله ام الله واحد؟ نحن في العقيده واحد وهو بسبع سماء. يا سيدي انا ما سالتك عن مكانه، انا اسالك هل هو خالق متفرد بصفه الخلق ام لا؟ بسيطه، هل الإله الذي تريد أن توحده هو خالق يتفرد بصفة الخلق أم هناك خالقين غيره؟ لا. ها؟ لا إيش لا؟ قل جملة. إحنا نعبد الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقنا والذي هو يأخذ أمانتنا ويرد يرجعنا النور. ما سمعت إجابة عن سؤالي، أنا ما سألتك هو من خلقك، أنا سألت الإله الذي تعبده هو خالق كل شيء أم لا؟ نعم أم لا؟ هي أكيد الله خلق على كل شيء. بارك الله فيك، خلاص يبقى نثبت هذه مقدمة واحد. مقدمة اثنين، الكفر شيء أم عدم؟ شلون الكفر شيء أو عدم؟ الأشياء تقسم قسمة حاصرة، إما أنها شيء أو لا شيء. الله ضحك، اسمعني، الله سبحانه وتعالى خلق الأمة كلياتها صح؟ يا سيدي أنا بسألك ما سألتك، الله خلق الأمة، أنا بسألك الآن الكفر شيء أم لا شيء؟ إن قلت لا شيء أصبح عدم. يا أخي إيش قال؟ أنا ما أعرف الشغلات هاي، بس جاي أقول لك عدد لي شروط لا إله إلا الله. يا أخي أنت مش بتتكلم في العقيدة، هذه صلب العقيدة، الكفر شيء أم ليس بشيء؟ شلون؟ الكفر شيء أم ليس شيء؟ ليس شيء يعني عدم، مش موجود، ما في شيء اسمه كفر. وضح لي زين مشان افهم عليك. اوضح لك زين. الان الاشياء اما انها شيء ام لا شيء. اللا شيء هو عدم غير موجود. هسه مثل واحد انت كفرت بالله عز وجل، تعرف شنو حكمك؟ سيبك سؤالي مش عن الحكم، ده في الشريعه، ده تتناقش فيه مع الاستاذ محمد صالح. انت تقول ان الكفر، انت سولف ان الكفر صح؟ يا اخي الاحكام دي في الشريعه، لما تتناقش في الاحكام تناقش مع الاستاذ محمد صالح في الشريعه. انت الان تقول انك تدرس دوره في علوم العقيده، علوم العقيده انا اناقشك في العقيده. ما درست دوره، انا انسان مثلي مثلك، انا لا ادرس ولا كل شيء. لا تدرس ولا كل شيء، بارك الله فيك، تفضل يا استاذ محمد. أنا قاعد أقول محمد صالح لازم دورة شرعية. خلاص هو باين مين اللي محتاج دورة. أنت شفت شو عملت فينا يا شيخ عشان تعرف قدر محمد صالح. شفت أنا كيف كنت باخذك في حجري بطبطب عليك. جاي بدين بالعكس. أبو عمر لحظة. شفت لما أنت بتكفر بنعمة محمد صالح ربنا بيسلط عليك مين؟ لا انا ما كفرت اعوذ بالله. كفرت بمحمد صالح،
فربنا سلط عليك يا علي مازن المرتد الذي لا يذر ولا يرحم. لا الان ما قفرتك يا محمد صالح، انا اقول الله يهديك وان شاء الله ما ترجع واصلة الاسلام. يعني، الشبكة ما بتوصل يعني. انا اقول ان شاء الله الله يهديك تمام وراجع نفسك، ارجع والله على الله ربك، سبحانه ارجع ربك وتعالى يا محمد صالح. يجعلني انا اقول ما انزل، لحظة، راجع ربك يجعلني وارجع وإياك نفسك والله ممن قبل ما يحبون تندم الشريعة ويسبونها. قل آمين يا شيخ. يا محمد. نعم والله راجع نفسك وارجع إلى ربك قبل ما تندم. مين اللي راح يندمني؟ ها؟ ارجع على نفسك، راجع نفسك أنت ومازن، راجعوا على نفسكم. أنت تعرف الله قديش هو فرحان باللي أنا بعمله؟ شلون؟ الله قديش فرحان باللي أنا بعمله؟ ضحك، أنت لازمك دورة شرعية. تمام؟ طيب يا ابو عمر، شكرا كثير لمشاركتك يا ابو عمر. والله يهديك ان شاء الله والله يثبتك. مش قادر يهدي حدا، لو كان قادر كان استجاب لدعائك. يا اخي انت شلون السولف؟ شو السولف انتم مازن؟ انتم والله العظيم لا تدخلون نار جهنم. ما حدا راح يدخل نار اقسم جهنم. بالله لا تدخلون نار جهنم يا رجل، راجع نفسك ارجع على رب العالمين يا رجل. طالما انك تعبد الله بهذه الطريقه الهبله راح تدخل نار جهنم. ها ارجع راجع نفسك وارجع لرب العالمين، تراه قبل ما راجع ياخذ نفسك ولا العذرين ترجع له. يضحك حواليك عذرين ورا، ما ياخذ منك انت عذرين ورا. راجع نفسك ولا ترجع له لانه ما راح يفيدك. انت ومازن، مازن تسمعني، ارجع لربك، راجع نفسك قبل رب العالمين تخلص ورقتك. يعني اذا خلصت ورقتك خلاص مصيرك جهنم من بؤس المصير، ارجع لربك. انت الان بهذه الطريقه بتحجز لك بيت في جهنم. أنا يا أبو عمر، القرآن في القرآن الله عز وجل في علاه أليس يقول والله يخلقكم وما تعملون؟ ما شلون شو تقول؟ الله سبحانه وتعالى قال رب العالمين عز وجل، رب العالمين عز وجل في القرآن ألا يقول الله يخلقكم وما تعملون؟ ما أعرف الشيء هذا. ما تعرف الآية هذه؟ يا حول الله يا رب. علمني، علمني، علمني انت، علمني، علمني شوي، علمني. انا جاهد اقول لك والله العظيم لازم ترجعون الى رب العالمين وتتابعون، تتابعون الله سبحانه وتعالى. ايش قال الله سبحانه وتعالى؟ من طاعني وطاع الرسول فقد فاز فوزا عظيما. من طاع الرسول الله محمد بيتكلم صالح. محمد صالح يقول ما ابي يتكلم محمد صالح. يا شيخ ابو كفر عمر بالله الله من البكماء صراحه. يا شيخ ابو عمر بارك الله فيك، سوره الصفات الايه 96 الله خلقكم وما تعملون، هذه ايه في القران سوره الصفات 96. ايه الآن الله يخلقني ويخلق ما أفعل، عملي هو من خلق الله، هذا بموجب نص الآية الكريمة، إلا إن كنت من الفرق المبتدعة لا سمح الله التي تؤول القرآن. قالت محمد صالح. لا لا لا، أنا بس بسألك الآن، فأنا الآن أنشر الكفر، أنا أنشر الكفر، وهذا العمل الذي أفعله من نشر الكفر هو من خلق الله عز وجل، وأنا أنشر الكفر بإذن الله، لأني لو لم أنشره بإذن الله لنشرته رغما عن الله. أنا أقول لك والله لا تتندم أنت محمد صالح ندامة، والله لا تتندمون، مش واصلة والله مش واصلة. والله يا محمد صالح ضحك أنت، الضحك هاي والله لا تبكي عليها، واسأل على المتابعين والله لا تبكي عليها أنت ومازن. على أبكي على مين؟ ها تبكون عليها أنتم جاي، أنتم شيعة والله، أنتم سنة والله شيعة والله، تتحلفون بالدين يعني تلفون الدين لف، ما تعرفون دينكم. انا مستحيل اكون من اتباع علي بن ابي طالب الجبان. مازن ما هي الاصول الثلاث؟ عدد لي الاصول الثلاث وانا اصير معاك. راح يحرجك بعدين، راح يجي. لا ما يحرج، انا جاي مازن تسمعني، عدد لي اصولك الثلاث. انا ما عندي اصول ثلاث والله، ما اعرفش ايه الاصول الثلاثه. شنو ما اول ما تنزل على قبرك، على قبرك شنو يسالونك الملائكه؟ مين الملائكة دول؟ ناكر ونكير. دول ما أعرفهمش أنا. شلون؟ أعرفش يعني إيه ملائكة، تعرف تشرح لي مين هم الملائكة؟ الملائكة ذنا أول ما تنزل على قبرك باكر، واحد عند راسك واحد عند جريك. ما هم الملائكة يعني؟ ما هم الملائكة دول؟ صلاتك
اقصد قبل ما اليوم قبل ما نوصل بيقولوا والله قبل ما عشان نوصل طالع للسؤال. مدحه المباشر، والله طالع عشان طالع مع محمد صالح يا الكترونيكي، لا يا والله لا تاخذ شتل اليوم الشتل. راح امسك المناقشه امسكه من ودانه واقطع له اياه، ومن ذيله اقطع له اياه، وجناحاته اقطع له اياه، اقول اجلس يا حمار خليني اعلمك. من هو؟ الملائكه. والله العظيم انت لازم تقندر على اسمك. ليش؟ على اسمك ما تستحي، انت ما تعرف دينك. يا ابو عمر لماذا يعني لماذا دحك الزلمه دحك يعني كل شيء ولا تخالف عندنا الله عز وجل تمام؟ يا ابو عمر ذيل الله خلي لي بعدين، ذيل الملائكه. شلون؟ ما راح اقطع ذيل الله، بس اقطع ذيل الملائكه. استغفر الله يا رب يتوب لك، اقسم بالله انت مرضى. الملائكه مخلوقين من شنو يا ابو عمر؟ يا شباب كلكم اسال الله، اسال الله رب الكريم انه يخزيك محمد صالح انت ومازن. اسال الله رب الكريم انه يخزيكم، اسال الله رب الكريم انه ياخذ امانتكم. الله سبحانه وتعالى شو الكريم راح اطلعه بالملائكه والله لا تتندم، والله لا تتندم، اسال الله انه ياخذ امانتك، اسال الله انه يخزيك. سؤال، الملائكه مخلوقين من شنو يا ابو عمر؟ شلون؟ الملائكة مخلوقين من شو؟ شلون مخلوقين من شنو؟ يعني شو الله خلقهم من ايش الملائكة دول؟ من لحم ودم مثلنا مثلا؟ من شو؟ من ماء؟ كيف خلقهم الله؟ كيف الله خلقهم؟ من قشر الموز. الله خلقهم، بس انتم لازمكم دورة شرعية والله العظيم. اسأل الله من إيه؟ رد على السؤال، الله خلق الملائكة من ايش؟ شلون؟ قول له من قشر الموز يا شيخ. اسمع محمد صالح شو يسولف، محمد صالح شو يلوص بالسؤال. يا شباب مما خلق الله الملائكة يا ابو عمر، يا ابو عمر مما خلق الله الملائكة. ما علمني انت من وين؟ علمني يلا. انا ما عرفت اني بسالك، انت اللي جاي تديني دورات، فبالله عليك قول لي الملائكة دي مخلوقة. انا جاي اقول لك يعني سوالفكم هاي تطلع هاي برا، انت لا تعرف ربك منه، لا تعرف دينك منه، ولا تعرف نبيك. يا اخي تعرف، انت تعرف دينك كويس، قل لي الملائكه اللي تتحدث عنهم مما الله خلقهم من ايش بالضبط؟ خلقهم من ايش؟ من ايش خلقهم الملائكه؟ مخلوقات من ايش؟ من صلصال؟ من طين؟ اسال الواد من خلقهم. خلقهم من طين. احنا خلقنا الملائكه مخلوقات من طين، من تراب. راح نرجع التراب وراح نصير تراب. الملائكه من طين؟ الملائكه مخلوقات من طين؟ لا. من ايه طيب؟ شلون؟ من ايش الملائكة مخلوقين؟ شلون من ايش مخلوقين؟ خلقهم من السماء. أيوة. الله سبحانه وتعالى خلقهم من السماء. الله خلقهم سبع من السماء. يعني بيمسك السماء يطويها يخلق منها ملاك هكذا مثلا؟ لازمكم دورة شرعية. اسال الله يا اخي. طيب احنا في الدورة الشرعية الان، علمنا نستفيد بعلمك. مما خلق الله الملائكة؟ اللهم يا رب، اللهم اني هلأت مستجاب. اسال الله انه ياخذ امانتك محمد صالح انت ومازن. اسال الله انه ياخذ امانتكم. امين. بعد الشرع عن استاذ مازن، انا يا ربي حساب مازن علي انا. اسال الله انه ياخذ امانتكم. والله يا شباب كل واحد يطلع على البث ويتابع محمد صالح غلطان وخارج عن مله الاسلام، هذا ما يعرف دينه. يعني الان انت طلعت عن مله الاسلام بسبب هذا. لحظه ابو عمر، انت بهذا الكلام انت الان طلعت عن الاسلام. ليش طلعت عن الاسلام؟ لانك انت تابعتني. انا تابعتك اساس اهديك، بس انت ما اهتديت انت. لا، انا اقول لك يا ابو عمر، انت مشكلتك شنو؟ مشكلتك انا قلت لك يا ابو عمر خلينا نتكلم، كفي. هذول الناس اللي علموك الدين جعلوا منك كائن متخلف. ليش؟ ابسط امور دينك ما تعرفها وجالس. الله يبعدنا عنك، الله يبعدنا عنك يا محمد صالح. بتكلم، اعطيك فرصه. جعلوا منك كائن متخلف. ليش؟ جالس يمين ويسار بتكفر في الناس وتدعي عليهم ما تعرف دينك. بتكلم. جالس يمين ويسار، جالس طايح تكفير بالناس، وانت ما بتعرف ابسط الامور في دينك. فشفت قديش عملوا منك. انا اعرف ديني اكثر منك. اقول لك حدد لي شنو محمد رسول الله. حدد لي شنو محمد رسول الله جدا من المتابعين. عيان كم متابع عندك؟ لحظه، كائن متخلف ما بتعرف الف باء دينك. ها؟ انا اعرف ديني قسم بالله اكثر منك. ضحك، قاعد اقول عدد لي، عدد شروط محمد رسول الله.
ما يوجد اي شروط، اذا كلها امور عددتين غبيه راح صراحه اصف معك، السلفيين. راح اصف معك اذا عددتين راح اصف معك. غلط، ما في حاجه اسمها شروط لا اله الا الله وشروط محمد رسول الله، ما يوجد هذا الكلام. شلون هذا من شلون غباء، من غباء السلفيين ومن غباء الناس اللي بيدرسوا عند السلفيين، بياخذون اي حاجه، عرفت كيف؟ يا اخي انت هذه والله الامور فلا يا السبعة شباب، والثمانية اللي اسالكم يا وضعوها. متابعيني، لحظة اسالكم بتكلم يا متابعيني بالله عليكم، بالله عليكم اسالكم، مو لا لازم يا ابو عمر، خليني اقول لك شغلة. هذه الشروط اللي وضعها السلفيين للا اله الا الله ومحمد رسول الله، وجعلوا ركني التوحيد وركني كل هذا الكلام اهبل، ملوش عليه اي دليل لا من الكتاب ولا من السنة، أمور استقرائية، ولأنكم كائنات متخلفة ما تعرفون إيش هذا الكلام. لذلك لما حتى مثلا واحد يجي يكلمكم تحتاجون نصف ساعة عشان تفهموا السؤال، ونصف ساعة أخرى عشان تجاوبوا عليه. ليش؟ لأنكم ما بتشغلون عقولكم يا عزيزي، فهذه هي المشكلة. فأنت مثلا الآن الأستاذ مازن سألك أمور بسيطة جدا، المفروض هي ما لها علاقة يعني بأي حاجة، أي إنسان بسيط عمره 13 سنة يعرف هذا شيء او مش شيء، هذا الشيء محله في القلب ولا محله في الحياه او فوق الجبل او تحت الترابيزه، ما بتعرف حتى تناقش في مثل هذه المسائل. ليش؟ لان الناس اللي علموك هذا الدين كانوا بيعاملوك على انك كائن متخلف، وانت صدقت بالفعل انك كائن متخلف، فما كنت تعرف ايش تقول يا عيني. ولكن كيف ما كان حبيبي ابو عمر، شكرا كثير كثير لمشاركتك الجميله ولكميه السعاده التي ادخلتها في قلوب المؤمنين، محباتي لك يا أبو عمر، ودير بالك على حالك، وإن شاء الله المرة الجاية نلتقي في دير الزور في أبو كمال، وتراني على المنبر أخطب فيكم صلاة الجمعة، ولكن بدون صلاة، يعني خطبة الجمعة راح تكون بدون صلاة إن شاء الله، بس أنت قدم المشيئة وقول إن شاء الله راح يصير هذا الشيء. طيب مين عندنا بعد من أمة لا إله إلا الله يحبوا يطلعوا معانا؟ المسلم اكتب لي رقم 7. الخير على الجميع. مساء النور، يا هلا، مين معي؟ معك نون. اعطيني اسم انسان اناديك بيه يا اخي. اسمي نون. اعطيني اسم انسان مو حرف. هذا مش حرف، هذا اسم، هذا اسم حيوان مش اسم انسان. نون اسم الحوت. ممكن عموما تعطيني اسم انسان اناديك مساء بيه يا اخي. الخير اولا عليك استاذ صالح وعلى أخي الكريم، ممكن تعطيني اسم طب إنسان خليني أنا؟ أمسي الأول وبعدين أسألني، يعني استقبل مسائي. طيب شكرا كثير لك حبيبي، وردة، أهلا وسهلا بك. طيب مين عندنا بعد من المسلمين يحبوا يشاركوا؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا. كيف حالك يا سي محمد؟ أنا بخير، بس تخفف الضجة اللي عندك بكون أفضل. ايش؟
عندك ضجة حواليك يعني، لو تخفف الضجة. ودلوقتي كويس؟ آه كويس. قل لي يا أخي آدم، أنت سني ولا شيعي؟ أنا سني. أهلا وسهلا بك. هلا هلا حبيبي. يا هلا حبيبي. عن شو تحب نتكلم يا آدم؟ لا أنا بتابعك يعني، بتابعك كتير، وبشوف إني بعض الأحيان بتكلم يعني على الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، شو بقول عنه؟ يعني أنا موافقك في حاجات وفي حاجات مش موافقك يعني. هذا موافقك في حاجات، هذا بي 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 بيصور لي إنك أنت من الخجلانين. لا لا أنا بدنا أن نتأكد من هذا الموضوع. أوكي. قل لي يا آدم، اسأل. هل أنت تؤمن بأن الأحاديث التي في البخاري ومسلم أن النبي محمد قالها؟ لا ده هو المشكل اللي عايز اتناقشه معاك. طيب شكرا كثير كثير لمشاركتك الجميلة، محباتي لك حبيبي. طيب مين عندنا بعد من أمة لا إله إلا الله وما يكون خجلان يعني لطفا؟ السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا. مين معي؟ معك علي من ليبيا. كيف حالك يا علي من ليبيا؟ كيف أخبارك؟ هلا حبيب هلا. قل لي يا علي، أنت سني ولا شيعي؟ نعم، مسلم أتبع السنة. اللي هو السنة حقيقية ولا السنة جماعة أبو خجلان؟ السنة الحقيقية بكل تأكيد. اللي في البخاري ومسلم صح؟ بحول الله تعالى. عن شو تحب افتح نتكلم؟ موضوع ولا افتح موضوع؟ ايش قلت؟ أقول عن شو تحب نتكلم؟ افتح انا الموضوع يعني؟ يعني مثلا قل لي مسألة في أمور الشريعة الإسلامية. نعم ممتاز. أقول لك على موضوع يعني، مثلا أنت تؤمن بماذا؟ أنا أول مرة أعرف إنه أنا تحولت إلى موضوع في الشريعة الإسلامية. لا، أنت تؤمن بماذا؟ هل تؤمن بأن هناك إله في هذا الكون أو لا أولا؟ أكيد هناك إله في هذا الكون. ممتاز، هذه لكن خلاصة. السجع على العرش مين هو؟ أنا أسألك أنت، مفهومك أنت. أنا بقول بالنسبة لي أنا موجود إله أنا أقول لك بالنسبة لحظة أقول لك ذاك اللي منسدح على العرش مين هو؟ أكيد الله رب العالمين. لي. ممتاز، هذه الإجابة المريد يريدها فقط. أوكي، خلصت كده؟ لا ممتاز 100%. ما دام انت قلت انه لا اله في هذا الكون يعني خلاص انتهى الموضوع. اه صح، خلاص خلاص انتهى الموضوع. تحياتي. اهلا وسهلا، كل يوم تعال. شكرا شكرا. اهلا وسهلا، حتى انت كل يوم احضر، حتى انت بدنا كل يوم نشوفك. تمام اكيد ان شاء الله. سلامات. اهلا وسهلا، سلامات. بس كده اقتنع بأنه أنا جاي يعني إله موجود منسدح على العرش خلاص. كانت كفاية يعني، كان جواب كافي وشافي بالنسبة له. أعتقد فهم اللهجة ما فهمش كلمة منسدح، بس عشان فرق اللهجة. الحمد لله على نعمة الإسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك؟ قل لي مين معاك؟ ايه يا عم انت عامل مشاكل؟ معاك محمود. قل كيف حالك يا محمود؟ تمام والله، يعني نزعت انت ليه؟ سني ولا شيعي يا محمود؟ انا تبع ربنا، انا سني ولا شيعي؟ في حاجة اسمها سني وشيعي؟ في حاجة انت مولود يعني تبقى محترم، صح؟ مولود تبقى محترم، من سني وشيعي انت شايف انك انت اذا كنت مسلم راح تكون محترم؟
بص بص، انت انسان، انت انسان ولا مش انسان؟ أنا إنسان. خلاص كن محترم، محترم للآخرين، وأنتوا محترم والقرآن لنفسك. ليش ما بيحترم الآخرين برأيك؟ الله أعلم بقى، القرآن إيه اللي ما احترمش الناس هل دي؟ الموضوع له علاقة بالتربية؟ لا هو الاحترام يعني هو طبعا في التربية، أمال إيه؟ والتربية أعتقد لها أن شيء الله أساسي. سبحانه وتعالى، لحظة، الله اللي نعم. جالس ينزل بيقول عن الناس حمير وكلاب وبهايم وكذا، هل ما قالش تعتقد أنه الكلام، متربي ولا مش متربي؟ لحظة، ما فيش الكلام ده. لا والله موجود، موجود في القرآن، موجود. سألني أنهي آية ده؟ القرآن بيقول ببساطة شديدة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ويقول فمثله كمثل، لحظة، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ويقول هذا إنه إلا تشبيهات، كالأنعام. تشبيهات يعني، بيشبه لك يعني ان واحد يعني بعيد عن الطريق يعني. يعني انت بتشوف ان اللي مثلا بيكون كافر بيكون زي الحمار؟ لا هو كافر زي الحمار؟ لا، ما انت ده تشبيه اصلا يعني، الواحد واحد فاهم ذكي وواحد غبي، يعني احنا زي ما نقول دلوقتي يعني انت ذكي انت وانت شايف غبي اللي وخلاص. ما بيتبع هذا الدين بيكون ذكي ولا غبي؟ والله هو تبع حريته بقى، انت تتبع ولا ما لا تتبعش، ده انا ما الحاجة بسألك عن لنفسك هذا، يعني. لحظة، هذا اللي ما بيتبع هذا الدين ذكي ولا غبي؟ ده تبع فكره، هو غبي ولا ذكي؟ هو ذكي في هذا اللي الدنيا ما طبعا، بيتبع هذا الدين ذكي ولا غبي؟ هي إيمان بشيء معين، إنما ذكي ولا غبي دي ما هو ممكن أما يكون طيب نرجع دكتور، مرة ثانية، ممكن الذي القرآن يقول، القرآن يقول فمثله اتفضل. كمثل، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. هل أنت ترى أن الذي يكذب بآيات الله حسب ما بتقول هذه الآية أن مثله مثل الكلب، ولا طب هذه الآية خطأ؟ انت شفت ايات انت؟ القرآن بيقول هذا الكلام. لا انت شفت ايات، انت في ايات نزلت عليك وريتك الحاجات اللي اتقالت دي؟ يعني أنت ما بتؤمن بالقرآن؟ لا ما بأمن بيه، بس انت هل انا نزل علي ايات اصلا؟ لا طب خلاص، انا مش كلب، انا الحمد لله هؤمن باللي ربنا قال لي، تكون محترم وكن مش قليل وين الادب. وين ربنا قال لك كن محترم؟ في كل الآيات بيقول لك كن محترم معلش وكن أعطيني كذا. آية واحدة. لحظة، ما هو لازم اشوف لك بقى يكون محترم دي ما يعني فيش آية آية في في القرآن ما دماغك بيقول ولا لك انت؟ كن محترم. والله مش في دماغي دلوقتي، بس هو ما هو ما كله فيش أصلا هو دي كلمة محترم، مش موجودة في القرآن. ليه؟ لا مش محترم بمعنى كلمة محترم، ان ولا انت يعني حتى انت مؤدب. يعني في كلمة بيقول لك ولا لكم حتى متربي. لكم في بيقول لك يعني مثلا في كلمة يقول لك لكم لكم دينكم ولي دين مثلا، هذا ملوش علاقة، هذا دليل على أنه كان غير محترم. يعني انت نزل عليك الآيات او ما نزلش عليك الآيات، طب براحتك يعني عادي يعني. ويقول لك انت في برضك آيات تانية بتقول أنت ايه؟ ترى، لحظة يا هل ترى أن اللي يدعو ويسمي الناس بالحمير والكلاب هذا محترم؟ هو مش بيدعو الناس ويسميهم محمود، الحمير مرة والكلاب، ثانية، في تشبيهات بس. مرة ثانية، اللي بيقول عن الناس حمير وكلاب هذا محترم؟ احنا قلنا محترم، احنا ما اتكلمناش مرة ثالثة على يا الكلمة محمود، دي. الذي يقول للناس أن هذول مثل الكلاب والحمير هذا هو ما محترم؟ قالش تشبيه لمن؟ لماذا؟ للمرة الرابعة، وباقي لك فقط مرة أخيرة عندي، الذي يقول للناس أن مثله مثل الكلاب ومثل الحمير هذا محترم؟ ومين قال لك اللي هو قال للناس؟ للمرة الخامسة، ولا تضيع فرصتك، هل طيب ترى ماشي، أن انت الذي عندك يقول دليل؟ للناس، عندك هل دليل؟ ترى أن الذي يقول للناس أن وما دليلك؟ مثله ايه مثل الدليل اللي الكلب، انت جبت أن الكلام ده؟ اللي بيشبههم بالحمير والكلاب، هل ترى أن فين هذا الدليل؟ محترم؟ فين الدليل؟ طيب شكرا كثير لك. مين عندنا بعد من المسلمين؟ ما أدري كيف نعمل هذا، فحص الاي كيو أو نعمل حاجة للاي كيو متبعهم، ما بيكون لدرجة معينة ما نطلعهم، لا يتعبوا أنفسهم ولا يتعبون صراحة.
السلام عليكم أستاذ صالح. عليكم السلام، يا هلا، مين معي؟ معك الأستاذ نشأت. كيف حالك يا أستاذ نشأت؟ الحمد لله. حضرتك سني ولا شيعي يا أستاذ نشأت؟ سني. يعني تؤمن بالبخاري ومسلم؟ نعم. ليش أحسك مو صادق؟ ها؟ ليش أحسك مو صادق؟ أنا الحقيقة طلعت لي أسأل سؤال واحد أستاذ صالح. لماذا لا تحب ناس المساجد؟ أنا ما عندي مشكلة مع أي حدا، ولكن أنت المفروض تسأل نفسك. من غير المساجد وين نروح أستاذ صالح؟ أنت تؤمن بما موجود في البخاري ومسلم أن نبي قاله أو لا؟ في الحقيقة بعض فقط. بالضبط. إذا مرة ثانية لا تأتي وتقول أنك أنت إنسان سني. ليش؟ لأنه هذا بيكون كذب، والكذب في دينك حرام، وإن كان أجازه لكم نبيكم بأنه جائز في أوقات معينة، وخاصة لما تكونون في الفراش الزوجية. وأنا في رأيي أن الفراش الزوجية في النيل اللي أنتم فيها تحتاجون أنكم تكذبون فيها. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا. كيف حالك؟ حالي جيد، كيفك أنت؟ الحمد لله. غضبان عليك والله. قل لي يا علي، أنت سني ولا شيعي؟ أنا شيعي. حلو. مين بتقلد يا علي؟ ليش انبسطت أنا قدي؟ بحب أنه لما الإنسان يكون شيعي. أي. لأنك أنت تأخذ على طول أنه هو هذا، تعرف أنه كذاب من أول لحظة، بخلاف السني. السني لازم تعمل له فحص، يطلع من السنة الصادقين ولا من السنة الكاذبين. أما الشيعي ما يحتاج تعمله هذا الشيء، تعرف أنه خلاص هو يؤمن بالكذب وتعامله على أنه كذاب عادي. ما قلت لك غضبان عليك؟